الجيش الملكي بالحملات السريعه فهي ما موجوداش. هذه محاوله لفائده فريق الوداد وهدف التعادل، هدف التعادل لفائده فريق الوداد بواسطه ملك ايفونا، هدف تعادل لفائدة فريق الوداد وسط مالك ايفونا. خطأ أعطى الأكل ديالو بالنسبة للشريف، ربما رجع التوازن ديال وسط الميدان، وخطأ لدفاع الجيش الملكي. ايفونا يستغل الخطأ ويسجل هدف تعادل. حتى التوازن اللي كنا كن الأولى الثانية، والوداد يبحث عن هدف التعادل. هذه العملية اللي كيطالبوا بأنه المساس في اليد، وبالإعادة نتابع العملية اللي طالب من خلالها فريق الجيش الملكي